This is actually a fact because there are many social, economic and هذا اللقاء كيجي في اطار واحد البرنامج اللي بشراكه ما بين منظمه شركاء التعبئه حول حقوق امراه وشبكه التغيير اللي كيهدف لتجويد التغطيه الاعلاميه للعنف الممارس ضد النساء. هذا اللقاء كيجي من بعد واحد الفتره ديال العمل الميداني اللي شملت مجموعه ديال اللقاءات مع النساء، الجمعيات والصحفيين والصحفيات للوقوف أول حاجة على الحاجيات ديال النساء في التغطية الإعلامية، للوقوف أيضا على الإكراهات اللي كيعانيو منها الصحفيين والصحفيات فيما يخص التغطية الإعلامية، أيضا للوقوف على التجربة ديال الجمعيات اللي هما كيلقاو ذاتهم في غالب الأحيان ما بين الصحفيين وما بين النساء ضحايا العنف. دونك الهدف من هذه اللقاءات كان هو الخروج بمجموعة ديال الخلاصات، مجموعة ديال الاقتراحات اللي حاولنا أن نصيغوها في واحد الدليل اللي متوفر حاليا، واللي هذا اللقاء كيجي من اجل يعني التعريف به والتوزيع ديالو. الدليل كيتضمن مجموعه ديال استراتيجيات العمل، مجموعه ديال الافكار اللي ممكن انها تساهم في التجويد ديال العمل ديال الصحفيين والصحفيات، بالاضافه ديال مجموعه ديال المراجع والمصادر اللي ممكن تسهل العمل ديال الصحفيين والصحفيات. اللي نبغي ناكد عليه هو يعني كنقطه من بين الخلاصات اللي كنا وقفنا عليها واللي كانوا اكدوا عليها الصحفيين بزاف، هو ان كاين مجموعه ديال الاكراهات اللي كتخليهم غالبيه الاحيان التعاطي ديالهم مع العنف يا اما كيكون موسمي او كيكون واحد التغطيه ديال الحدث، واللي عبروا كاملين سواء النساء او الجمعيات او الصحفيين والصحفيات ان المبتغى هو ان يكون واحد التغطيه ديال العنف بشكل يومي، ما يكونش داك التغطيه الموسميه او داك التغطيه ديال الحدث او ديال البز، وانما تكون واحد التغطيه وتكون واحد المواكبه، لان الهدف يعني هو الخروج من ذاك العنف او الاسهام في الخروج من ذاك العنف وليس فقط خلق البؤس. على القانون الوطني حتشوفي هي يعني قالت لك انت اسهل. اختار شعار ديال السيلوك مع النساء ضد العنف. هنا كيبان بان الصحفي هو مدعو بانه لاستخدام القلم ديالو من اجل انصاف النساء ومن اجل توفير لهم الحمايه، وذلك من خلال المقالات والمنتوج الاعلامي اللي غادي يقوم بالتحرير ديالو.